لا بس بخير، اتمنى يكون كل شيء مزيان. المهم this is my first video, so please اذا بان لكم باللي ام كنغلط but I'm still learning and I'm still discovering myself, so please don't judge me, and if you want to leave a comment leave it, and if you don't want to leave a comment please just take الإفادة and go away to do that exam. المهم we are going to start with introduction to literature. دابا هذا بحال it's a preparation l'exam ديال اسكات. So please be focused and yeah, واحد الحاجه غنقولها لكم هو كل واحد راه قادر يقرا البويم بالطريقه اللي كيشوفها هو, يعني كل واحد هاف هيز اوبينيون وداكشي كيختلف ما علينا. So الى لقيتي باللي عندي شي افكار غاد ضد الافكار ديالك please don't judge me وتقول لي بلي راني غلط. Yeah, if you have an opinion please leave it in the comment, reduce my messages ولا شي لعبه and talk to me. But don't judge. ولا if you find that my opinions or my ideas are against yours, just try to have that critical mind and try to accept them. لشتيهم against your values, yeah, don't. But لشتيهم باللي ما فيهم حتى شي بس, keep them aside. تقدر تطرحهم شي نهار في شي نقاش ولا شي حاجة. Don't mind me, I'm kind of stressed. So let's start. عندنا أول حاجة, The Chimney Sweeper by William Blake. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها على ويليام بليك هو انه كان عاش في ديك الفتره ديال the 17s, فاش كانت ديك الظاهره ديال تشايلد ليبر زعما من 18 كانوا الدراري الصغار كيخدموهم وكانت البوبوليشن بزاف وكانت الطبقيه مثلا كان ديك اللعبه ديال التاكسيشن, يعني كان خص الناس الفقراء يدفعوا ضرائب للناس العظماء زعما الناس الاغنياء والكينغ واللعيبات والكنائس حتى هما كانوا كيطلبوا التاكسيشن وبزاف ديال البلانات. سو باش نعطيكم باك جراوند هي ان ويليام بليك عاش في ديك الفتره وكان كي اوبزرف وكان ديما كيشوف هاد الظاهره ديال تشايلد ليبر, وفي ديك الوقيته ما كانش الاعلام, وايفن ذو نطي قلت لهم هاي راه كاينه واحد الظاهره سميتها تشايلد ليبر خصنا نحاربوها يو ويل جيت يور هيد اوف. فهمتي لحقاش الملك تاو تيستافد من داك الشيء كامل وكاملا كيستافدوا من داك الشيء كامل وتا واحد ما خصو يهضر عليها والا ما غيبقاش واحد الحاجه سميتها الفلوس ما غتبقاش دايره بيناتهم. anyway this is my idea وام اكسبلينين ات كنشرحها للناس فهمتي حتى دوك اللي ما عندهمش مع لونغلي كاع حتى هما غادي يفهموها لحقاش كنشرح بالدارجه العربيه لونغلي نقدر نخشي حتى الفرنسي اللي ما عنديش معها. so please listen and be focused. okay نبداو عندنا the poem of the chimney sweeper. هادي عقل بليها بلي راها the poem from the songs of experience. alright the song of experience كاينه وحده the songs of innocence وحده from the songs of experience. هادي from the songs of experience so be focused. مالينا قال لك هاد البوم هادي it's bring into light of animal-like conditions of children during the 7th and 18th century era. يعني في ديك الوقيته ديال القرن الثامن عشر والقرن السابع عشر كانوا هاد child labor ولا دوك الاطفال اللي فاش كانوا كيشتغلوا بواحد الاوضاع حيوانيه حقيره ما تحشم انك تكولهم humans, تكول them humans بكثره المعاملات اللي كانوا كيتعاملوا كانوا كيعاملوهم بها. مهم دابا نبداو في الشرح ديال كل ستانزا ولا كل سطر to give you واحد idea about it, وان شاء الله غتولي قادر انك تقراها انت ولا انتي غتولي قادر تقراها differently حيت كاين بزاف اللي كيقول لك ما فهموهاش واخا كيفهموا الكلمات ولكن ما كيقدروش يفهموا لو سونس زعما المينينغ the real meaning behind it. المهم راه ديجا كنت عطيتكم المينينغ اللي هو كواحد المحاربه لهاد child labor ولا باش يفكرنا بلي child labor بلي راه كاينه وباش كلشي يفهم بلي child labor كاينه وخصنا نعيقو وخصنا نفيقو داك التربيع كامل. المهم alright let's start. عندنا هاد السطر هذا a little black thing among the snow. هاد a little black thing among the snow هنا كيوصف لك بلي ان هاد البوت شاف داك child وسط الثلج سماه a little لحقاش كان قليول صغيور ما كياكلش مزيان, يعني الليتل لحقاش كان صغير ما يمكنلكش تسميه فهمتي صغيور عند رقيق حيت ما كانوش كياكلوه مزيان. علاش ما كانوش كياكلوه مزيان؟ لحقاش الا مشاو تاكلوه مزيان ما يقدروش يدخلوا وسط دوك المدخانات باش ينقيوهم, فهكذا ما يبقاش خدام وهكذا غيتسبب للضرر للسيستم كامل والسيستم بحال غيطرى واحد الارور.
في سيستم كامل. اوكي بلاك بلاك هنا نقدروا نفهموها بتو مينينغز ولا تو ويست. المهم المينينغ الاول اللي هو اتس كايند اوف ريسيزم، وانهم كانوا كيجيبوا الناس ديال تشيلدرن ديال افريقيا باش افريكان تشيلدرن باش يخدموا هنايا، وذيس از كايند اوف ريسيزم وهضم الحقوق وبزاف ديال اللعيبات. اولا كاين ان داك الدري هي كود بي وايت ولا يكون كيما كان، ولكن هي سو كافرد وذ ذا سوت، يعني مسخ بزاف اكثر داك الحموم اللي كينظف به تشيميني ولا داك اللعيبات كامل. Alright, a thing. A thing هنايا يجي واحد يقول لك علاش ما didn't call him a little black child. ما سماش a child because they were living like animals في ديك الظروف. يعني انك تحشم تقول له human. الانيمال ما كيعيش بديك الطريقة، يعني بقى غاد تسميه human. So سماه a thing باش يجردوا من الانسانية. ماشي يجردوا من الانسانية ولكن ما ديك الوضعية ما جاتش معها as a human يعيش ديك الوضعية. اوكي among the snow يعني snow كان white أو لا he was black الواحد درجة انه يقدر ينعكس وسط البيض. And this is my explanation. Let's start that. Okay. كينا cry and weep, weep in notes of woe. Woe كان يعني بها sorrow واللي هو التألم والتعدب. انا قلت لها التعدب لحقاش هذا هو المفهوم اللي تقدر تفهم به woes. Woes هو العذاب، يعني يتألم بواحد شدة. A great pain inside your heart. ما ينفحلك. Had weep weep يا إما he was singing while he was crying وقالس كي كنس ديك المدخانة، أو لا راه بغي يقول sweep sweep ولكن because he was crying or he was having those pain inside his heart ما قدرش ينطق ديك الاس. بعد المرات فاش كتكون فيك البكية ولا كتكون كتألم بشدة بزاف ديال الحروف ما كيبغوش يخرجوا لك. Alright. هنايا the poem the poet غادي يمشي to direct that child ويسولو علاش هو في الحالة هذه، وغيقول له where are they father and mother. هاد they كتعني your father and mother. Say had say زادها to encourage that child باش انه يزيد يجاوبو. You got it؟ يعني انه زيد encourage. بحال مثلا كتقول شي واحد فين هو باك امك صاحبي قول لي، فهمتي هذيك قول لي هي had say. Okay let's complete. غادي يجاوبو child يقول they are both gone up to the church to pray. هنا كيجيك بواحد الجواب اللي هو متناقض. They are going to pray for God or God telling them to not do this to their children. فهمتي يعني كاين هنا واحد التناقض، يعني هادشي غير منطقي. وهنا فين كيبين لك التخلف والجهل ديال ديك الامه في ديك الوقيته. اوكي because I was happy upon the heath and smiling among the winter snow. They clothed me the clothes of death and taught me to sing the notes of woe. يعني they saw him happy and dancing. شو صيفطوه يخدم وهكذا جردوه من قاع معاني الحياة اللي يقدر a child يعيشها at his age. وهكذا ما بقاش a child ولا شي حاجة أخرى من غير a child اللي قدر نسميها a death person. لحقاش دي كما قال هنا they clothed him the clothes of death. Clothes of death اللي هو clothes of dirt. هذيك the clothes of death أنا كان جنراليها بهذا المعنى ديال أن all those لعيبات يعني جردوه من the colors of life واللي عايش غوصت المداخن واللي عايش واحد الحياة like animals or more bad than being an animal. يعني those are the image of the clothes of death. Okay and taught me to sing the notes of woe. يعني they are the reason why كنحس بهاد البين هذا كامل. This is what the little child want to let us know. مالين وهنا غادي يكمل نقول and because I am happy and dance and sing. يعني فاش انا كاس كنغني، يعني when he have those peaceful moments انه يقدر يغني ويشطح فيهم. نشرح لكم واحد الحاجه، يعني he is still a child. يعني مره غتزهر القضيه ولا فاش غيحس براسو ترخف من الخدمه اوف كورس الطبيعه ولا الغريزه الطفوليه غادي ينوض وغادي يغني وغادي يشطح يبقى ينقز as all the child واخا هما مجردنو منه ولكن كتبقى فيه غريضه. يعني هما فين ما غيجيو يطلعوا عليه وغيلقاوه كيضحك ولا جالس كيشطح يقولوا وصافي اذا راه ما كيتعذبش. ديس هنا كيقولوا they think they have done me no injury. يعني ما جرحوني ما عذبوني لا والو. And are gone to praise God and his priest and king. هنايا the poet جالس كي دايركتي ولا كيقذف ولا كيحاول يجلد، فهمتي داك ديال جلد
جلد وجلد، المهم هي هذيك جالس كيجلد في ذا تشيرش، نوت ذا جاد، جالس كيجلد في تشيرش، ولا جالس كيقذف، ولا جالس كي كريتيسايز في ذا تشيرش و ذا بريست، هذوك الناس اللي خدام في تشيرش، والكينج. والكينج لحقاش الكينج هو المسؤول هذا الشيء كامل، وبانه المسؤول اللي خصو يحارب هذه الظاهره هذه، ولكن هاد الكينج وهاد البريست وهاد التشيرش make heavens of their of our misery، يعني the misery of the child اللي كيخدموا في هاد الخدمه هذه. مهم هادي make heaven يعني make a lot of money، يعني a lot of money make you feel like you are in heaven to be honest، and misery احنا عارفين كامل misery اش كتعني. And exactly this is my analyze. انا عاود عاوتاني ندير واحد recovery دغيا. هاد البوم هادي كامل من كتقراها دابا غادي تفهم بانها it is a dialogue between the poet and this child. كاين هنا two speakers. The speaker الاول اللي هو William من شاف this child with the snow ومشى دايركتيه، then غيولي the little child who is working as a chimney sweeper، غيبدا من هاد السطر هذا وهو جالس كيحكي في القصة ديالو and why he is living like this and the relationship with his mother in church and the king and all those things. مهم this is my analyze to the poem. Please if you have any comment or شي حاجة تقدر تفيد بها شي واحد آخر leave it in the comments and don't get shy as I'm not getting shy. I'm doing this لحقاش بزاف ديال people telling me باللي راهم يلا غادي يبداو. So I'm just getting the affirmations in my head. ورا ما غنزيد عليكم والو، ما غادي نقص عليكم والو، صراحة غنزيدكم. أما باش نقص عليكم أنا ما غنقص عليكم حتى شي حاجة. And if you just want to recommend something concerning those exams, just tell me and I would be pleasured or honored to help. And إلا لقيتو شي أغلاط ديال grammar please don't judge. I'm still learning and I hate grammar. واخا خصني to love it but I hate grammar. Thank you for listening and thank you for attending and thank you for focusing. Good luck everyone and I hope you all good grades in the exams. Yalla bye bye.